بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، يسرنا أن نرحب بحضراتكم في هذا النقل التلفزيوني هنا من ميدان الاستعراض العسكري بقيادة الحرس السلطاني العماني، وذلك بمناسبة احتفال الحرس السلطاني العماني بيومه السنوي الذي يوافق الأول من نوفمبر من كل عام. يرعى هذا الاحتفال العسكري معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، وبحضور عدد من أصحاب السمو وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وقادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وعدد من أصحاب السعادة وكلاء الوزارات وعدد من المستشارين والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وضباط صف وأفراد الحرس السلطاني العماني. أيها المشاهدون الأكارم، يأتي هذا الاحتفال سنويا ليتواكب مع تخريج الحرس السلطاني العماني لدفعة جديدة من الجنود المستجدين الذين يشكلون إضافة أخرى في مسيرة وتطور الحرس السلطاني العماني. يعد يوم الحرس السلطاني العماني نقطة تحول تاريخية في إطار بناء هذا السلاح، إذ تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه بتسليم راية الحرس السلطاني العماني عام 1983، الأمر الذي شكل منعطفا مهما في تاريخ هذا السلاح. فمنذ ذلك التاريخ بدأت الانطلاقة الكبرى لتحديث وتطوير كل الكتائب والوحدات بالحرس السلطاني العماني ليصبح إحدى المؤسسات العسكرية الحضارية، بل وصرحا عسكريا شامخ البنيان. يصل الآن معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية راعي الحفل، حيث ستبدأ مراسم الاحتفال بعزف السلام السلطاني. We'll be right back.
معالي الوزير، الدورة الثامنة والأربعين من الحرس السلطاني العماني جاهزة للتخرجتين. الرحلة التي قضاها أفراد هذه الدورة والذين نحتفي بتخرجهم في هذا اليوم، يوم الحرس السلطاني العماني، كانت حافلة بالكثير من الدروس والبرامج التدريبية، بالإضافة إلى الأنشطة الذهنية والبدنية التي تحفزهم على الجد والمثابرة ليخطوا بعد ذلك بكل ثبات وعزم إلى حياة الجندية والشرف والرجولة والفداء بكل ثقة وحرفية. ولقد استطاعت كتيبة الحرس السلطاني العماني أن تؤكد نجاح البرامج التجريبية بما تضمنته من مناهج تعليمية وتدريبية وبشرية متخصصة استطاعت أن تستجيب لكل التطورات المتلاحقة. سيدي معالي الوزير، هل تأذنوا ببدء الاستعراض؟ سيدي، مشاهدينا الأكارم، هكذا وبعد أن استعرض معالي راعي المناسبة الصف الأمامي للخريجين، سيقدم الخريجون عروضا في مهارات المشاة الصامتة
بعدها سيمر الخريجون بنظام المسير البطيء من أمام المنصة الرئيسية مؤدين التحية العسكرية لمعالي راعي الحفل، وهم يحملون راية الحرس السلطاني العماني وراية كتيبة التدريب. طابور كتفاسة. طابور استعراض للتشكيل. مجدسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الموقر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية راعى المناسبة، فلتتفضلوا معاليكم بتسليم شهادات التفوق إلى أوائل الدورة 48 من الجنود المستجدين لعام 2018 للميلاد. الحاصل على المركز الأول على مستوى الدورة الجند المستجد أحمد بن خلفان بن حمد الفضيلي. الحاصل على المركز الأول في رماية البندقية على مستوى الدورة الجند المستجد ذياب بن سليم بن سالم الحراسي. الحاصل على المركز الأول في رماية مسدس على مستوى الدورة الجند المستجد مشعل بن موسى بن عبد الله المعمري. الحاصل على المركز الأول في رماية الرشاش على مستوى الدورة الجند المستجد علي بن ناصر بن سعيد الكيومي. الحاصل على المركز الأول في اللياقة البدنية والأول في المسير وقوة التحمل على مستوى الدورة الجند المستجد قيس بن درويش بن عبد الله الفقري. كما يتفضل معالي الوزير الموقر بتقليد ميدالية الخدمة الخاصة للحرس لعدد من منتسبي الحرس سلطان العماني، وذلك تقديرا للجهود التي بذلوها في أداء الواجب العسكري.
طابور يتغذب هاي السعرات مجازي. سلام لمعالي الوزير، سلام. قف سيدي معالي الوزير، هل تأذنه بالانصراف؟ سيدي
وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد نقلنا لكم احتفال الحرس السلطاني العماني بيومه السنوي وتخريج دفعة جديدة من الجنود المستجدين لهذا العام. نحييكم من ميدان الاستعراض العسكري بقيادة الحرس السلطاني العماني، وهذه تحية من مخرج الحفل وفريق العمل. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.